يا أصدقائي، مرحبا. اليوم سنتعلم عن الألوان وعن الفاكهة والخضروات. سيكون هذا ممتع ومسلي. هيا يا أصدقائي، فلنفكر بطعام لونه أصفر. هيا قولوا أصفر لنرى ما هي الأطعمة التي لونها أصفر. هيا قولوا أصفر أصفر بصوت أعلى. أصفر أصفر. انظروا، ما هذا؟ هذا ليمون. لون الليمون أصفر وطعم الليمون حامض. وما هذا أيضا؟ إنه ذرة. هذا ذرة ولون الذرة أصفر. وماذا يوجد أيضا خلفي؟ موز. الموز لونه أصفر. هذه موزة. هذه موزة. موزة. 1 2 3 4 5. مرحبا مرحبا. كنت أتظاهر بأن الموزة هاتف جوال. مرحبا مرحبا. هيا بنا نطعم القرد الموز. هيا يا سعدون. نم 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 نم. أحسنت يا سعدون. هيا كل الموز. ما هذا؟ ما هذا؟ إنه قرد. قولوا قرد. قولوا قرد. أحسنتم. وكيف يكون صوت القرد؟ هذا القرد اسمه سعدون. سعدون، ما هو طعامك المفضل؟ سعدون، ما هو طعامك المفضل؟ ماذا؟ أنا لا أستطيع أن أسمعك. هل تعرفون ما هو طعامه المفضل؟ ماذا؟ ماذا؟ إنه الموز. موز. هيا يا سعدون، خذ موزة وكلها. والآن هيا بنا نفكر بطعام لونه برتقالي. هيا قولوا برتقالي لنرى ما هي الأطعمة ذات اللون البرتقالي. هيا قولوا برتقالي برتقالي. أحسنتم. برتقالي برتقالي. ما هذا؟ برتقال. البرتقال لونه برتقالي. وما هذا؟ جزر. لون الجزر برتقالي. لون الجزر برتقالي. عندما نبني رجل الثلج نضع له جزرة بدل الأنف. نضع لرجل الثلج جزرة. وما هو لون الجزرة يا أصدقائي؟ ما هو؟ أحسنتم. برتقالي. لون الجزر برتقالي. ولون البرتقال برتقالي. أحسنتم أحسنتم. والآن فلنفكر بأطعمة لونها أحمر. أحمر. هيا قولوا أحمر لنرى ما هي الأطعمة ذات اللون الأحمر. هيا بصوت مرتفع. أحمر أحمر. قولوا أحمر أحمر. ما هذه؟ فراولة. هذه فراولة. لون الفراولة أحمر. لون الفراولة أحمر أحمر.
أحب الفراولة، هل تحبون الفراولة يا أصدقائي؟ ماذا عنكم؟ وأنا أيضا. وما هذه؟ ما هذه؟ طماطم. طماطم، لون الطماطم أحمر. لون الطماطم أحمر. وما هذه يا أصدقائي؟ إنها تفاحة. هذه تفاحة، لون التفاح أحمر. لون التفاح أحمر. أحمر، صحيح، أحسنتم. ما هذا؟ ما هذا؟ إنها سيارة. سيارة، وما لون هذه السيارة؟ لونها أحمر. أحمر، سيارة لونها أحمر. عندما ترون سيارة قولوا بيب بيب. هيا، أين السيارة؟ سيارة، بيب 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 بيب. أين السيارة؟ أين السيارة؟ سيارة، بيب 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 بيب. والآن اللون الأخضر، ما هي الأطعمة ذات اللون الأخضر؟ هيا نقول أخضر. أخضر، هيا بصوت أعلى، أخضر. الأخضر موجود في الخيار، لون الخيار أخضر. وفي السبانخ أيضا، لون السبانخ أخضر. السبانخ يحتوي على الحديد وهو مفيد جدا للصحة. هل تحبون السبانخ يا أصدقائي؟ نعم، وأنا أيضا. إنه مفيد ومغذي لكي نصبح أقوياء. انظروا، سأتناول شطيرة لبنة مع الخيار. كم قطعة خيار يوجد في هذا الصحن؟ هيا بنا لنعد. 1 2 3 4 5. 5. هيا بنا لنعد مرة ثانية. 1 2 3 4 5. أحسنتم. ما هي الأطعمة ذات اللون البنفسجي؟ هيا فكروا، هيا فكر فكر. لا أعلم. هيا فلنقول بنفسجي. هيا قولوا بنفسجي. بنفسجي. العنب، لون العنب بنفسجي. هذا عنب، لون العنب بنفسجي. وماذا أيضا؟ التوت، لون التوت أيضا بنفسجي. هذا توت ولونه بنفسجي. لون التوت والعنب بنفسجي. أحسنتم، أحسنتم. أخضر، أصفر، 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 أحمر، أحمر، برتقالي، برتقالي، وبنفسجي. بالون، بالون. ما لون هذا البالون؟ أزرق. أحسنتم.
واحد اثنان ثلاثة. هيا أيها البالون الأزرق. هل تعرف ما هذا الشكل؟ هذا الشكل، هذا الشكل، هل تعرف ما هذا الشكل؟ إنه مربع، مربع. هل تعرف ما هذا الشكل؟ هذا الشكل، هذا الشكل، هل تعرف ما هذا الشكل؟ إنه مثلث، مثلث. هل تعرف ما هذا الشكل؟ هذا الشكل، هذا الشكل، هل تعرف ما هذا الشكل؟ إنها دائرة، دائرة. هل تعرف ما هذا الشكل؟ هذا الشكل، هذا الشكل، هل تعرف ما هذا الشكل؟ إنها نجمة، نجمة. لقد تعلمنا الأشكال، 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 لقد تعلمنا الأشكال يا صديقي. بقوسي، 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 انظروا، ما هذا؟ ما هذا يا أصدقائي؟ هذا بطيخ، هذا بطيخ. وما لون البطيخ؟ لون البطيخ أخضر، لون البطيخ أخضر. هيا بنا نقطع البطيخ لنرى ما لون البطيخ من الداخل. ما هو لون البطيخ من الداخل؟ هيا بنا لنقطعها. هيا، واحد اثنان ثلاثة. كم قطعة بطيخ لدي الآن؟ هيا، واحد اثنان، واحد اثنان، لدي قطعتان. ما لون البطيخ من الداخل؟ أحمر. لون البطيخ من الداخل أحمر. وهناك بعض البذور ذات اللون الأسود، أحمر وأسود. يا أصدقائي، أشيروا بإصبعكم إلى الموز الأصفر. أين الموز الأصفر؟ أين هو؟ هنا، أحسنتم، هنا الموز أصفر. والآن أشيروا بإصبعكم إلى العنب البنفسجي. أين العنب البنفسجي؟ أين هو؟ أين؟ أين؟ هنا؟ أحسنتم، هذا عنب لونه بنفسجي. أحسنتم، أحسنتم. لقد تعرفنا على الكثير من الأطعمة. هيا بنا لنضع الفاكهة هنا والخضروات هنا. هيا بنا لنلعب. مستعدون؟ هيا، واحد اثنان ثلاثة. ما هذا؟ ما هذا؟ خيار. لون الخيار أخضر. خيار. الخيار فاكهة أم خضروات؟ هل الخيار فاكهة أم خضروات؟ خضروات. الخيار من الخضروات. أحسنتم. برتقال. هذا برتقال. هل البرتقال من الفاكهة أم من الخضروات يا أصدقائي؟ من ال... بصوت أعلى، لا أسمعكم. من الفاكهة، من الفاكهة. البرتقال من الفاكهة.
وما هذا؟ بطاطا. البطاطا فاكهة أم خضروات؟ البطاطا من الخضروات. من الخضروات، أحسنتم. ما هذه؟ ما هذه؟ إنها تفاحة. هذه تفاحة ولكن لونها أخضر. لون هذه التفاحة أخضر، ولكن هل التفاحة من الفاكهة أم الخضروات يا أصدقائي؟ هيا ساعدوني. التفاحة من الفاكهة. التفاح من الفاكهة، أحسنتم. ما هذا؟ هيا قولوا بصوت مرتفع. جزر. هذا جزر. وما هو لون الجزر يا أصدقائي؟ برتقالي. لون الجزر برتقالي. وهل الجزر من الفاكهة أم من الخضروات؟ من الخضروات. الجزر من الخضروات. ما هذا؟ لونها أحمر. هذه فراولة. فراولة. هذه فراولة ولونها أحمر. هل الفراولة من الخضروات أم الفاكهة؟ ماذا؟ هيا قولوا. من الفاكهة. الفراولة من الفاكهة. ما هذا؟ بصل. هذا بصل. قولوا بصل. عندما أقطع البصل أبكي، تدمع عيناي، أبكي. هذا بصل. وهل البصل من الفاكهة أم من الخضروات؟ ماذا يا أصدقائي؟ من الخضروات. البصل من الخضروات. ما هذا؟ ما هذا يا أصدقائي؟ هذا عنب. عنب. هل العنب من الفاكهة أم من الخضروات؟ ماذا؟ هل العنب من الفاكهة أم من الخضروات؟ من الفاكهة. العنب من الفاكهة، أحسنتم. أحسنتم. كم لعبتم معي وساعدتموني. شكرا يا أصدقائي. شكرا. أشعر بالجوع. أريد أن أتناول الطعام. ماما، أريد أن أتناول الطعام. ماما، ما هذا؟ ما هذا؟ إنها تفاحة. وما لونها؟ أحمر. قولوا تفاحة. تفاحة. شكرا ماما، سوف أتناول التفاحة. ما زلت أشعر بالجوع. ماما، ماما، أريد المزيد من الطعام. شكرا ماما. ما هذا؟ إنها موزة. قولوا موزة. موز. موز. أحسنتم. وما لون الموز؟ لون الموز أصفر. 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 هذه شجرة. هيا بنا لنعد التفاح على الشجرة. هيا بنا.
واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة. هيا بنا الآن نقطف التفاح عن الشجرة. هيا نقطف التفاح. واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة. والآن انظروا إلى التفاح. هناك تفاح كبير وهناك تفاح صغير. أين التفاح الكبير؟ هذا تفاح كبير كبير. وأين حبات التفاح الصغيرة؟ أين حبات التفاح الصغيرة؟ هنا. صغير وكبير، صغير كبير، صغير كبير. أحسنتم. انظروا يا أصدقائي، ماذا يوجد تحت الشجرة؟ بقرة. يوجد بقرة تحت الشجرة. وكيف هو صوت البقرة؟ مو. صوت البقرة مو مو. صوت البقرة مو. هيا قولوا مو مو. هيا بنا نطعم البقرة التفاح. هيا خذي يا بقرة، هيا خذي التفاح. نم 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 نم. هيا خذي التفاح. نم 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 نم. الورود ما أجملها. هذه وردة. وما لون هذه الوردة؟ لونها أحمر. وردة ولونها أحمر. هيا قولوا أحمر. قولوا أحمر. أحمر. أحسنتم. أحمر. أحسنتم. وما هذا الذي يطير فوق الورود؟ إنها نحلة. وكم نحلة يوجد هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أحسنتم. وكيف يكون صوت النحلة؟ هيا نتظاهر بأننا نحلة. انظروا، ما هذا الذي يطير حولي؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا؟ بصوت أعلى لا أسمعكم. نعم، إنها فراشة. إنها فراشة ملونة. قولوا فراشة. 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 أحسنتم. هيا ضع يدك اليمنى هكذا يا صديقي، واليد اليسرى هكذا، ولنطر كالفراشة. هيا، كيف تطير الفراشة؟ تطير 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 الفراشة. هذه فراشة. ضع يدك اليمنى ويدك اليسرى وتطير الفراشة. تطير تطير الفراشة. أحسنتم. انظروا ماذا يوجد هنا. آلة موسيقية. آلة موسيقية. هيا بنا نعزف.
هيا نعزف بسرعة. هيا نعزف ببطء. هيا نعزف بسرعة. هيا نعزف ببطء. انظروا، إن الآلة الموسيقية ملونة. ما هذا اللون؟ ما هذا اللون يا أصدقائي؟ أحمر. هذا أحمر، وهذا برتقالي، وهذا أصفر. هذا أصفر، وهذا أخضر. هذا أخضر، وهذا أزرق. أزرق، وهذا بنفسجي. هذا بنفسجي. فلنكررها بسرعة: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، وبنفسجي. أين اللون الأخضر؟ أين هو اللون الأخضر؟ أين؟ هل هذا؟ لا لا، أين هو؟ هل هذا؟ لا، هذا هو اللون الأخضر. هذا هو اللون الأخضر. هذا اللون أخضر. هذا اللون أخضر. هيا يا أصدقائي، أين اللون البرتقالي؟ أين اللون البرتقالي؟ هذا، هذا هو اللون البرتقالي. وأين اللون الأحمر؟ أين هو؟ هذا، هذا هو اللون الأحمر. هيا لنضع الدوائر داخل اللعبة. هيا بنا. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. أزرق، أخضر، أصفر، برتقالي، وأحمر. أزرق، أخضر، أصفر، برتقالي، وأحمر. ما هذه؟ ما هذه يا أصدقائي؟ إنه رأس السيد بطاطا. هيا بنا نساعد السيد بطاطا لكي يرى. ماذا يريد لكي يرى؟ ماذا يريد؟ يريد عين. هيا بنا نضع له عين. عين، أحسنتم. والآن ماذا يريد السيد بطاطا لكي يشم الروائح؟ ماذا يريد؟ يريد أنف. أنف. هيا بنا نضع الأنف الأحمر للسيد بطاطا. هيا نضعه هنا. والآن ماذا يريد السيد بطاطا لكي يستطيع أن يتذوق الطعام وأن يأكل الطعام؟ ماذا يريد؟ ماذا؟ فم. فم. هيا بنا سنضع فم السيد بطاطا هنا. ضعه هنا، أحسنتم. والآن ماذا يريد السيد بطاطا لكي يسمع؟ ماذا يريد لكي يستطيع أن يسمع الأصوات؟ أذن. أذن، أحسنتم. سأضع أذن. 1 2. وضعنا له أذنان. أذن. وماذا يحتاج السيد بطاطا يا أصدقائي لكي يلتقط الأغراض؟ إلى
يد إلى يد. هيا بنا نضع اليد الأولى هنا. يد واحد اثنان، ضعها هنا، ضعها هنا. والآن يريد السيد بطاطا أن يرتدي قبعة، هل نضع له قبعة حمراء أم خضراء؟ ماذا؟ أي لون ستختارون؟ الأحمر أم الأخضر؟ الأخضر؟ حسناً، هيا بنا ضع القبعة الخضراء هنا، ضعها هنا. والآن يحتاج السيد بطاطا إلى حذاء، هل نضع له الحذاء الأزرق أم الحذاء الأصفر؟ أي حذاء سيضع السيد بطاطس؟ أي حذاء؟ هيا قولوا أي حذاء. الأزرق؟ حسناً، هيا بنا نضع الحذاء الأزرق. والآن لقد وضعنا الحذاء الأزرق. شكراً يا أصدقائي، انظروا إلى السيد بطاطا، إنه سعيد. هل أنت سعيد يا سيد بطاطا؟ نعم أنا سعيد جدا، شكرا يا أصدقائي، شكرا. على الرحب والسعة سيد بطاطا. أصدقائي، هل لديكم تفاح في المنزل؟ هيا أحضروا تفاحة ولنكتشف التفاح بحواسنا الخمسة، هيا بنا. هذه تفاحة. أنا أشم التفاح بأنفي، أشم التفاح، رائحة التفاح جميلة ومنعشة ولذيذة أيضا. أشم التفاحة بأنفي. والآن أنا ألمس التفاح، ألمس التفاح، التفاح ناعم، ملمس التفاح ناعم، أليس كذلك يا أصدقائي؟ ملمسها ناعم. أنا ألمس التفاح بيدي. والآن أنا أنظر إلى التفاح بعيني، أنظر إلى التفاح بعيني، وماذا أرى؟ أرى تفاح لونه أحمر. هذه التفاحة لونها أحمر، ولكن هناك تفاح لونه أصفر وأخضر. هذه التفاحة حمراء. وما لون تفاحتك يا صديقي؟ جميل، إذن أنا أرى التفاحة بعيني. والآن سأسمع التفاحة. لا أسمع شيئاً، أنا لا أسمع شيئاً، ولكن إذا تناولت التفاحة سأسمع صوتها، هيا لنرى. سمعتم صوت التفاحة؟ خش 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 خش. والآن أنا أتذوق التفاح، طعم التفاح حلو، أتذوق التفاح بلساني، طعمها لذيذ جدا. انظروا يا أصدقائي، أنا في الدكان وهناك الكثير من الخضروات والفاكهة خلفي. هيا أشير إلى الأطعمة ذات اللون البرتقالي. أين هي؟ أين هي؟ الجزر، الجزر برتقالي، أحسنتم. ماذا يوجد أيضا؟ ماذا يوجد أيضا؟ البرتقال، البرتقال برتقالي، أحسنتم، أحسنتم. والآن أشير بأصابعكم إلى الأطعمة ذات اللون الأخضر. ماذا يوجد؟ ماذا يوجد هنا؟ ماذا يوجد هنا؟
السبانخ؟ لون السبانخ أخضر. وماذا يوجد أيضا؟ هيا لننظر ونرى. خيار، هذا خيار، لون الخيار أخضر، لون الخيار أخضر. هل هناك أطعمة أيضا لونها أخضر في هذا الدكان؟ ماذا؟ أين؟ هنا. ما هذه؟ فلفل، لون هذا الفلفل أخضر، لون هذا الفلفل أخضر. ولكن هذا فلفل أيضا ولونه أحمر، هذا فلفل أحمر وهذا فلفل أخضر. برتقالي ياي أخضر ياي أحمر ياي. أنا في الليمون موجود، أنا في الموز موجود، أنا في الليمون موجود، أنا في الموز موجود. من أكون؟ أصفر. من أكون؟ أصفر. أنا في الخس موجود، أنا في الخيار موجود، أنا في الخس موجود، أنا في الخيار موجود. من أكون؟ أخضر. من أكون؟ أخضر. أنا في العنب موجود، أنا في التوت موجود، أنا في العنب موجود، أنا في التوت موجود. من أكون؟ بنفسجي. من أكون؟ بنفسجي. أنا في الفراولة موجود، أنا في التفاح موجود، أنا في الفراولة موجود، أنا في التفاح موجود. من أكون؟ أحمر. من أكون؟ أحمر. أنا في الجزر موجود، أنا في البرتقال موجود، أنا في الجزر موجود، أنا في البرتقال موجود. من أكون؟ برتقالي. من أكون؟ برتقالي. أحسنتم. ما هذا؟ ما هذا يا أصدقائي؟ ما هذا؟ إنه أرنب. هذا أرنب. قولوا أرنب. 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 وكيف يقفز الأرنب؟ هيا بنا نتظاهر بأننا أرنب. هيا بنا نقفز 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 كالأرنب. يا أصدقائي، عندما ترون اللون الأخضر اقفزوا كالأرنب، وعندما ترون اللون الأحمر توقفوا. هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة. هيا بنا نقفز. هوب، نقفز نقفز كالأرنب. اللون الأحمر، فلنتوقف. الأخضر، نقفز كالأرنب، نقفز نقفز نقفز. الأحمر، فلنتوقف. الأخضر، فلنقفز كالأرنب، نقفز كالأرنب. هل تعرفون ما هذا؟ إنه دب، واسمه دبدوب. والآن سيذهب دبدوب ويختبئ في إحدى المنازل ونحن سنبحث عنه. يا دبدوب، أين أنت؟ يا دبدوب، أين أنت؟ هيا فلنغني ونبحث عنه. يا دبدوبي يا دبدوبي، أين أنت؟ أين أنت؟ هل في البيت الأحمر؟ هل في البيت الأحمر؟ لا 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 لا. يا دبدوبي يا دبدوبي، أين أنت؟ أين أنت؟
هل في البيت الأزرق؟ هل في البيت الأزرق؟ لا 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 لا. يا دبدوبي يا دبدوبي أين أنت؟ هيا ساعدوني، أي لون سنختار الآن؟ ماذا؟ الأصفر؟ هيا فلنغني سويا. يا دبدوبي يا دبدوبي أين أنت؟ أين أنت؟ هل في البيت الأصفر؟ هل في البيت الأصفر؟ لا 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 لا. والآن أي لون سنختار؟ الأخضر؟ حسناً فلنغني سوياً. يا دبدوبي يا دبدوبي أين أنت؟ أين أنت؟ هل في البيت الأخضر؟ هل في البيت الأخضر؟ لا 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 لا. أي لون سنختار الآن؟ أي لون؟ اللون البني؟ حسناً فلنغني. يا دبدوبي يا دبدوبي أين أنت؟ أين أنت؟ هل في البيت البني؟ هل في البيت البني؟ نعم إنه في البيت البني، أحسنتم، شكراً لأنكم ساعدتموني. وها هو دبدوب عاد إلينا مجدداً. هيا بنا نرسم. سنبدأ بدائرة صغيرة ودائرة صغيرة وبعدها دائرة كبيرة، وسنكرر أيضا دائرة صغيرة دائرة صغيرة وبعدها دائرة كبيرة. والآن سأرسم نصف دائرة ونصف دائرة ونصف دائرة ونصف دائرة. هل تعرفون ماذا أرسم؟ هيا لنكمل. والآن سأرسم سفينة لها شراع وأكتب الرقم 6 بالإنجليزي، وسأكتب الرقم 6 باللغة الإنجليزية، وهكذا وهكذا، ومن ثم سأكتب الرقم 8 باللغة العربية. ما هذا؟ ما هذا يا أصدقائي؟ إنه دب. إنه دب. ما هذا؟ إنه دب. كيف يبدو؟ كيف يبدو هذا الدب؟ هل هو جميل؟ سأسمي هذا الدب فلة وسأضع لها وردة على رأسها. سأضع لها وردة حمراء على رأسها. وماذا سأضع أيضا؟ وسأرسم لها شعرا بنيا. حسنا لقد انتهيت من الرسم. هذه دبدوبتي فلة. هيا بنا نعيد رسم هذا الدبدوب مرة ثانية. حسنا هيا بنا نرسم مرة ثانية. هيا نرسم سويا. إذن دائرة صغيرة ودائرة صغيرة ودائرة كبيرة. مرة ثانية. دائرة صغيرة ودائرة صغيرة ودائرة كبيرة. والآن سأرسم نصف دائرة ونصف دائرة ثانية ونصف دائرة ثالثة ونصف دائرة رابعة. والآن سأرسم سفينة مع الشراع. والآن سأكتب الرقم 6 باللغة الإنجليزية، الرقم 6. والآن سأكتب الرقم 8 باللغة العربية، الرقم 8. وها هو دبدوبي. ماذا سنسمي هذا الدبدوب؟ سأسميه كريم، ما رأيكم؟ وسأضع له أزرارا زرقاء. هيا نضع له أزرارا زرقاء. هذا كريم وهذه فلة. ماذا عنكم يا أصدقائي؟ ماذا ستطلقون أسماء على الدباديب التي سترسمونها؟ إن رسمتم هذه الدباديب أرسلوا صورتها وسأشاركها في الفيديو الجديد. لقد تعلمنا اليوم الكثير يا أصدقائي، لقد استمتعت كثيرا.
إلى اللقاء، مع السلامة، إلى اللقاء.